السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الشوربة كدار بالقرعة الحمراء مقشرة ومقطعة على هاد كيوبس، ياك. و غنحتاجو كاس تقريبا ديال العدس الأحمر، غنحتاجو العطرية، شوية البزار، شوية القزبر مطحون، شوية الكركم، شوية سكينجبير، الملح على حسب القياس، وراس ديال الثومة، ضرس ديال الثومة، اوكي. سو والماء بيان سور، وهاد القزبر ملي غادي المعدنوس جو فيتيغ، ولا القزبر ومعدنوس بجوج باللي اللي كيعجبوه بجوج. هذا في الاخر ملي بغيو نسربيوها غادي نزيدو شويه من الفوق، وغادي نزيدو قبل ما نطحنها غنزيد واحد شويه نطحنها معها. يلا على بركه الله غادي نبدا معاكم. بسم الله. غنكب تقريبا اترو الماء حتى الاترو نص على حسب. المهم غندير القرعه ديالي الحمراء، نقطعها طريفات ونحيد لها القشره. غندير كويس ديال العدس هذا الاحمر هذا اورانج، وغندير التوابل ديالي كما ذكرتهم لكم، هكذا هكا. وغادي نخلي هذا الربيع حتى الاخر وغادي نزيدو. صافي هادشي اللي كاين، وغادي نسد عليها ونخليها حتى تغلى وطيب. انا هنايا استعملت كوكوت، يعني كوكر بريجر، يعني كوكوت صغيره على حسب يعني العدد العائله. انا هنا غادي نحتاج غير شويه ماشي بزاف، فهنا غادي نديرها، درتها دابا في طنجره الضغط، وغادي نسد عليها ونخليها طيب على عافية. مش غنقول لكم متوسطة الى اللي شوية طالعة، ولا هادشي اللي كاين على حسب كل واحد كيفاش كطيب. المهم طياب كلشي كيعرفو، ومن بعد غنوريكم كيفاش غادي نسالي. من بعد غادي نزيد فيها يا اما معلقة ديال لاكخيم فخاش او زبيدة. صافي نطحنوها ونسربيوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا انا غنوريكم اللي غادي نساليها. هيا لاصوب ديالنا دابا طابت، هانتوما كتجي، نوريكم كيفاش كتجي. دابا العدس طاب والقرعة طابت، دابا غادي نطحنها ونكمل معاكم. هيا لاصوب دابا طحنتها، غادي نزيد فيها واحد شوية ديال الزبدة. هاد القياس في زلافة، وغادي نزيد الربيع بعد ما غادي نسربيها. فوالا ايوا غادي نزيدو على لاصوب ديالنا الحساء واحد شوية ديال الربيع من الفوق. ايوا فوالا، هيا بصحة وراحة وصحية من الدرجة الأولى ومفيدة بزاف. يلا حاولوا ديروها ونتلاقاو في فيديو آخر. شكرا، مع السلامة.